شهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الى الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.
الحمد لله رب العالمين اللهم نقينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم يا مولا غنی واقعی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید کے سادات کرام حضور غریب نواز صد کے آئے رہے جتنے پیر باغ بھی دور نزدیک تشریف گئے نا قلندر پاک دے اس محفل پاک دے اندر جتنے بھی شامل ہوئے ہیں سب دی حاضری منظور و مقبول فرما یا الہ العالمین انہاں بزرگاں دے صدقے یا الہ العالمین قلندر پاک دے اس قرآن پاک دے صدقے سارے دے دلی جائز مقاصد پورے فرما سب دی مشکل آسان فرما بے اولاد نہ اولاد ندین عطا فرما صاحب اولاد دی اولاد نیک بنا عمر دراز فرما جڑے کسی مجبوری تو حاضر نہیں ہو سکتے پیر بھائی انہاں دی حاضری بھی یا الہ العالمین پر قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہ العالمین سارے مسلمانوں پیر بھائیوں اپنے پیر و مرشد دے عشق اور محبت عطا فرما اور آپ پیر و مرشد دی نگاہ کرم دے صدقہ سب دی کامیابیاں نصیب فرما دی دنیا کامیابی نصیب فرما حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما خاتمہ بالایمان فرما و صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق اللہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک